شيء نادر جدا انك تكتشف انك لك هواية محافظ عليها اكتر من 100 سنة. طحاوي محمد عثمان عبد الله سعود يونس شافعي من عرب الطحاوية شرق مصر، يعود الى قبيلة الهنادي المعروفة من قبائل الغرب في مصر. الحقيقة انا يعني بدأت اهتم بالتراث بتاع القبيلة، فاضطريت انحي نفسي جانبا، وبعتبرش روحي عشان انا من هذه الاسره واسم الطحاوي، ولكن من زخم الوثائق والبحوث اعتبرت نفسي باحث ولقى ماده عايز يشتغل عليه. الحقيقه من كتر البحوث في المراجع والوثائق والقلعه والكتب الاجنبيه وكتب الاستشراق، فوجئت انه تاريخ هذه الاسره ممتد الى 200 عام من النهارده. يعني عشان تربط الخيل لازم تكون بتحبها، إن ما حبتهاش وخدتها كتجارة ممكن تخسر، وإن خسرت هتبطل تربط الخيل إذا أنت ما بتحبهاش. أصل القبيلة الهنادي، وهي تعود إلى قبيلة بني سليم العربية القديمة الكبيرة، وسليم وهلال دخلوا مصر في هجرة ضخمة اسمها الهجرة الأم سنة 444 هجرية، ثم نزحوا إلى المغرب العربي، اقتسموا البلاد هناك بعد ما قضوا على ابن باديس، وبعدين خدت سليم ليبيا وبرقة، ومن ليبيا وبرقة ومن سليم تفرعت قبائل من سليم، منها قبيلة الهنادي دخلت مصر مرة أخرى في شكل قبيلة الهنادي من غرب مصر، ولذلك يطلق عليهم قبائل المغاربة. سكنت في البحيرة حوالي 200 سنة، ثم دخلت شرق مصر الشرقية مع بداية عصر محمد علي. اصطفاهم محمد علي واستفاد بهم في كل حملاته، ميزهم وأقطعهم أراضي وأشياء كثيرة مكنتهم من أنهم هم يستطيعوا أن يمارسوا هواياتهم. في هذا الوقت من 1800 و1900 كان يعني في انتشار كبير للاستشراق والأجانب وزيارات مصر، جنسوا معهم ومارسوا معهم عدد من الهوايات. كل هذه الممارسات اتوثقت، كل هذه الأمور كشفنا عنها من خلال منافذنا، وظهر التوثيق وظهر توثيقهم، وأفادني كثيرا عندما قلت أن لهم تاريخ يمتد 200 سنة. أسرة الطحاوية بيت من قبيلة الهنادي، ولكن أنا برضو لاحظت أن هذا الاسم طاغي جدا على القبيلة كلها. فبالصدفة أنا وجدت في كتاب سانس أوف إسماعيل صفحة 36 جون موري بيتكلم وراجع لوثائق القلعة، وبيقول أنه لما بتنتقل القيادة من شيخ إلى شيخ داخل العشيرة، ويكون هذا الشيخ شخصية أخاذة وفذة وقوية، فبالتالي كل القبيلة بتحمل اسمه وبتترك الاسم الأصلي للقبيلة. وبرضه بيقول أنه عندما يضطرد عدد هذه القبيلة سنجد أن الطحاوية نفسهم أصبحوا قبيلة وقد تركوا الاسم القديم. ده ظهر في شخصية الطحاوي ابن الشافعي أحد أبناء الخمسة، وكان شيخا على القبيلة في الفترة من 1830 تقريبا، في الرينج 1830 إلى 1837، وهو كان شخصية قوية، فلما مات كل القبيلة حملت اسمه،
وكل القبيلة بدأت تنتمي إليه، فبالتالي زاعه اسم الطحاوي وزاد وانتشر وغطى على اسم هند، حتى أنه في بعض المراجع تذكرهم قبيلة مستقلة في حين هم أحد بيوت القبيلة. الخيل عندنا حب وغيرة مش أكتر من كده.